بحق عفو بان الفم هو اول عمليه ديال الهضم كتكون في الذات ديالنا. المشكل اللي كثير هو اللي كبير هو بان هاد لي بروتيز محدهم كيتعاودوا هما كياكلوا في السيبور، وهذا هو الغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف الناس. لا بروتيز خصهم تمكنهم يتكلموا مزيان، خص هاد لي بروتيز تكون استيتيك ايغالمون باش يقدروا ينسجموا في الحياه اليوميه ديالهم. كلشي تبارك الله مزيان، تناكل به كلشي، حتى شي حاجه نقدر نعب تفاح بسناني. اهلا بكم. فقدان كامل الاسنان عند كبار السن مشكله كيعانوا منها الملايين من الناس. هذا المشكل يقدر ياثر على الصحه ديالهم الجسديه والنفسيه بشكل سلبي، ويقدر يؤدي بهذه الفئه الى الاحساس بالانطواء والعزله والضعف العام. حسب منظمة الصحة العالمية، ففقدان كامل الأسنان عند كبار السن كتعتبر إعاقة كبيرة، لأنهم كيوليو غير قادرين على الأكل والمضغ السليم، وحتى طريقة الكلام ديالهم كتولي غير واضحة. داكشي علاش هاد الفئة من الناس كيحتاجوا لرعاية خاصة للحد من آثار هذا المشكل هذا، لأن الأسنان كنعرفوا أن عندها أهمية كبيرة. ما هي التقنية الأكثر فعالية في التعويض عن الأسنان المفقودة عند كبار السن؟ وما هي طرق الوقاية من المشاكل اللي كتواجه صحة الفم والأسنان عند المسنين؟ الروبورتاج. التطور بحاله بحال طب الأسنان بصفة عامة، بصفة خاصة كبار السن كيحتاجوا على الأهمية قصوى. هاد الناس كنعملوهم بزاف، هاد الناس فيهم والدينا، فيهم عمامنا، فيهم خواننا، فيهم جيراننا، فيهم صحابنا. الناس عندهم مشاكل عويصة. كيفاش غنتمناو بأن واحد الشخص اللي عنده مشكل الصحة ديالو، وكنعرفوا بأن الناس كبار السن كيكونوا عندهم أغلبيتهم أمراض مزمنة كيصاحبهم، كيفاش غيربي الصحة ديالو وغيربي القوة ديالو وهو ما كيتمتعش بعملية الهضم السليمة اللي غيستافد من الطعام ديالو من القيمة الغذائية اللي غادي ياخذها. هذه القيمة هذه كتبدا من الفم، وكنا كنعرفوا بأن الفم هو أول عملية ديال الهضم كتكون في الذات ديالنا. دونك هذا الشخص هذا اللي عنده طقم غير وظيفي، يقدر يكون استيتيك، يقدر يكون جمالي، ولكن غير وظيفي ما غاديش الوظيفة ديال الهضم ديالو. حالة الأسنان السيئة يمكن لها تكون عندها عواقب كثيرة على صحة الإنسان، بحيث يمكن لها تؤدي بعض الأمراض كأمراض القلب والشرايين، بعض أمراض الروماتيزم، تقلل من مناعة صحة الإنسان، هذا إلى زيادة عن لا كونفيونس ان سوا. المريض كيمكن له ما تكونش عنده واحد لا كونفيونس ان سوا. بزاف الناس كيظنوا بأن حيت هما زادوا في السن الأسنان ديالهم غادي يطيحوا. لا، الأسنان كيطيحوا إلا ما اعتنيناش بها. لهذا لازم واحد الوقاية، وقاية الأسنان، وكنصحوا الناس باش يعالجوا التسوسات اللي عندهم في الأسنان ديالهم. كنصحوهم يعتنيوا بالتا ديالهم، كنصحوهم أيضا واحد التغذية إكيليبغي باش كيكون واحد لو رابور فوسفو كالسيك إكيليبغي اللي الذات ديالنا والعظام ديالنا كتحتاجها، زيادة على التدخين. كيخص الناس إلا يمكن لها تنقص من التدخين يكون أحسن. إلا نقصوا الأسنان في الفم لازم التعويض ديالها. هذا التعويض كيكون بعض الأحيان افيك دي بروتيز اللي هما موبيل، وبزاف الناس كيعانيو من لو مانك دو ستابيليتي. كيقول لك بأن لي بروتيز ديالهم ما كيقبطوش مزيان، إلا هضروا كيطيحوا لهم، إلا كلاو كيتحركوا لهم. لهذا في هذه المرحلة كنلجؤوا إلى زرع الأسنان. المنظمة العالمية للصحة قررت بأن هاد لي بروتيز خصهم يكونوا استيتيك اي سورتو فونكسيونيل. خص هاد لي بروتيز يمكنوا الأشخاص باش يقوموا بعملية المضغ بصفة جيدة، لأن البروسيسوس ديجيستيف كيبدا بعملية المضغ. هاد لا بروتيز خصهم تمكنهم يتكلموا مزيان، خص هاد لي بروتيز تكون استيتيك ايغالمون باش يقدروا ينسجموا في الحياة اليومية ديالهم. وهنا جا الدور ديال الزرع. هذا الزرع كيمكنهم يوصلوا لنتيجة اللي كيرتاحوا فيها.
الفحوص عندي كانوا محيدين، وكان شي حد دوالي على مسألة ديال الغرس وداكشي، وجيت هنا وبديت مع الدكتور عصام على اساس انه باش نركبوا نغرسوا الاسنان والضرس. اول مرحله كنشوفوها هي ليطاج جينيرال دو باسيون. كنعرفوا بان هاد الناس كيكونوا دائما كيتصاحبوا بواحد الامراض المزمنه. هاد الامراض المزمنه كتخليهم اولا عندنا تخوف، هذا هو المشكل الاول من عمليه الزرع، بانها غادي تكون فيها بزاف المخاطر وبزاف المضاعفات حيت بعض الامراض. ثانيا كياخذوا بعض الادويه اللي كيخافوا بانها تكون عندنا تكون ابل دي زانتيراكسيون افيك لو طرافاي اللي غادي نديروا حنايا، ويكونوا مضاعفات اللي هما حنايا في غنى عنها. ثالثا هو الخوف من هذه التقنيه الجديده اللي بالنسبه لهم باقا جديده، يعني المضاعفات ديالها باقي ما كايناش. اللي بغيت نسير ليه وبغيت نشرح للناس بان هاد الناس هادو كناخذوهم بواحد العنايه فائقه. ليطا جينيرال هو اول حاجه كنشوفوها عند الناس هادو، كنشوفوا لو ستاتي ميديكال، ليستوريك ديال لو باسيون، شنو كيعاني منه، شنو هما المشاكل ديال الصحه ديالو، وكنحاولوا ندخلوا في اتصال مع الطبيب المختص او سكون ابل حنا ان طرافاي بلوريديسيبلينير اللي كنحاولوا نلقاو فيه واحد الصيغه مثاليه باش تكون العمليه كدوز في احسن الظروف. المريض اللي هو ما حافظش على الاسنان ديالو، هذا الشيء ادى الى سقوط الاسنان ديالو وضعف في العظم ديالو في لو سيبور ديالو. هذا المشكل ما خلاش لي بروتيز اللي كيدير في المرحله الاولى يكونوا ثابتين وجاهزين، لهذا هذا المريض كيطلب منا نلقاو واحد الحل اللي غادي يمكنو يعطيه واحد الراحه في الحياه ديالو اكثر. سي ان باسيون اللي خلى الحاله ديالو كتدهور حتى وصلنا لواحد لا ليميت بانه ما كاينش لا بروتيز العاديه ما غاتشدش ليه، امبوسيبل. المشكل اللي كثير هو اللي كبير هو بان هاد لي بروتيز من حدهم كيتعاودوا وهما كياكلوا في السيبور، وهذا هو الغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف الناس. يعني ماشي الحل هو نعاود لا بروتيز، الحل هو بان لو سيبور ديالي كيتاكل. دونك اشاك فوا كيدير لا بروتيز عام ونص كيلقى لا بروتيز ولا كتمشي وكتجي كيعاود يعاودها. المشكل ماشي هو لا بروتيز اللي كتحرك، راه العظم اللي كيتكال. فهاد الحاله هذه حنا كنقولوا للناس بانهم خاصهم يشوفوا الطبيب الاختصاصي، خاصهم يعرفوا بان المشكل ديال السيبور، لو سيبور اللي خاصو نحافظوا عليه. وهنا غادي نشرحوا للشخص المريض كاين هناك بزاف ديال الطرق باش العلاج. كاين من الطريقه العاديه، يعني غير تثبيت وهابي سا لا بروتيز سوبرا امبلونتير ستابيليزي، كتكون على واحد دوز امبلون كيديرها كيحيدها وكيرجعها. اون فا سوجيري لو باسيون هاد لا ميثود هادي الا بغاها. لا ميثود الثانيه هي كاين اربعه الزراعات كنشوفوا حنايا دابا، باقي ما درناش لا راديو، وين كيبان لنا بان لا زون بوستيريور سي امبوسيبل تحطوا فيها لي زامبلون. دونك عندنا هاد لا ريجيون اونتيريور هي اللي غتكون لا ريجيون المناسبه باش نحطوا فيها اربعه ديال لي زامبلون. اون ابيي سا لا تكنيك دو اولونفور و تكنيك دو مولو. On va proposer soit deux implants ou quatre. Les zouines font l'amélioration de la planification en 3D. C'est une chirurgie virtuelle. يعني كنديروا العمليه كامله او نيفو فيرتوال، يعني كنعرفوا المشاكل ديالنا كنديروا العمليه كامله قبل ما كنوصلوا لو باسيون. هذا هو الجديد وهذا هو المهم وهذا هو لو كوتي سيف في العمليه. يعني العمليه كدار وكنعرفوا العروق ديالنا فين كاينين والمخاطر ديالنا، وكن اون فاليد لا شيرجي. ملي كن اون فاليد لا شيرجي او نيفو غير في ليكرون، عاد ما كنوضوا كنطبقوا هذاك الشيء كنا فاليد في ليكرون دو فاسون نيميريك عند لو باسيون. كناخذ لابلون ديالي كنحطو بعيد على العرق ديالي. دونك في الحالة اللي بغيت ندير دو زامبلون، دونك جو فاليد هاد لا بوزيسيون هادي، كنمشي هنا كنشوفو بأنه جا لامبلون ديالي وسط العظم ديالي. دونك دو فاسون بيربونديكولار لو ديامتر كو جي شوازي دو مون امبلون حتى هويا كيعطيني لو ديامتر كونفينابل باش يكون في الوضعيه مزيانه بين العظم ديالي. دونك هنا جو فاليد لا بوزيسيون امبلونتير، جو بلانيفي. دونك هاد لا بوزيسيون هادي جلي فاليدي، سي لو ميليو
à 5 mm, je vais poser un implant. À 5 mm à droite, je vais poser un autre implant et je valide. من بعد ما شفنا لي راديو ديالو كي درنا لي ميزور لي لازمه باش نشوفوا واش ما كاينش شي ريسك على لاكسي غادي نديرو فاستنا الطبيب ديالو وعطانا الاجراءات الكامله اللي خصنا نديرو. كاين عندنا جوج اقتراحات، يا اما غادي نحطو واحد دوز امبلون وغنديرو عليهم واحد لا بروتيز كنعيطو لها ستابيليزي، غير هي هذيك لا بروتيز كتزول وتركب ولكن كتكون ستابل، ولا غادي نحطو ربعه لي امبلون وغادي نديرو واحد لابروتيز لي هي فيكس لي مكتزولش نهائيا. بيان سور ملي درنا لي ميزور لي دو تكنيك يمكن نديروهم، مكاين حتى شي ريسك على الصحة ديالك، والطبيب حتى هو إلا انسيستي سوغ لو فات كو لو ديابيت إلي ستابيليزي ومكاينش شي مشكل، غير هو غادي لازم تاخد واحد الدواء من لاكت شيرجيكال إن شاء الله. Maintenant, avec la chirurgie numérique guidée, nous avons appris les modalités qui sont les plus importantes. L'amélie est avant avec une planification pré-implantaire. La planification est quand dire l'amélie ou l'amélie l'ordinateur. Donc, on prend la radio de la personne et on fait l'opération l'ordinateur. On voit les lois de la zéro, les moulaïmes, la façon de les utiliser, on voit la faillite de la zéro, on voit le lois de la zéro et le masson de la personne. Cette opération, c'est ce qu'on appelle le guide numérique qui nous donne avec précision le place que nous allons mettre dans la zéro sans que nous allons mettre les micromètres de précision. La planification, on l'a validée. ثالثاً هذوك لي زامبلون اللي حطيناهم كيقدروا في نفس النهار ياخذوا شكون ربحنا لا ميزون شارج ايميديات. علاش؟ باسكو في الاول حطيناهم بواحد الطريقه بواحد التقنيه اللي كتخلي كتخول لهم بانهم يقدروا ياكل بهم ويخرج لا بروتيز ديالو. افيك لو كاد كام ميتنو اي لي زاباري نوميريك نقدروا نصوبوا لا بروتيز في لو ميم جور اوسي. دونك لا ميم جور اون اورا لو سيستيم كومبلي من لي زامبلون من لا بار من لا بروتيز فيسي سور لي زامبلون او لو باسيون كيخرج افيك زيرو بروبليم بريسك اي زيرو دولور. حنا دابا في لابوغاتوار عندنا هاد الماتيريال كيتسمى الكاد كام. الكاد كام هو واحد لا ماشين اللي كتمكننا نديرو لي بروتيز ابخي نرياليز لي بروتيز في نوميريك فواحد المدة ديال 30 دقيقة. بحال اللي شتيو قبيلة خدينا لومبخانت نوميريك، هذيك لومبخانت نوميريك كتكون ترونسفيري هنايا وعليها اون رياليز لو موديل ولا بروتيز الي لا الي سي اون بروتيز نوميريك. بحال غنديرو ان تريتمون فيرتويل سور اورديناتور. كيف ما كتشوفوا دابا ولينا معتمدين على كل ما هو رقمي، بحيث ان صناعة الاسنان ولات كتخدم في واحد الوقت اللي هو قصير، وكذلك ولا المردود ولا مردود مزيان، يعني ولات النتيجه مزيانه والهامش الخطا ولا بسيط بزاف. ولكن ما كنساوش ديما ان الدور ديال الصانع ضروري في الاخير، بحيث كيضيف ديك اللمسه ديالو من ناحيه الاستيتيك من ناحيه الجماليه باش يقاد الالوان. بالنسبه لهذا السيستم اللي هو الاسم ديالو كات كام، يعني جا مع تطور كبير ديال الطب، يعني حتى لا بروتيز هي تطورات بواحد الشكل اللي يعني بحال الطب. دونك هذا اللوجيسيال كنعتمدوا فيه على دقة يعني الدقة أكثر يعني الوقت وجيز. فشحال هذه كانت يعني لا بروتيز كتطلب وقت كثير عاد يعني تخرج. الان ولينا في واحد الظرف اللي تقريبا ديال 2 اور او بيان 3 اور يقدر لا باسيون يمشي يعني يجي في لو جوغ ديالو ويحط لا بروتيز ديالو في النهار ديالو.
الله يخليك لي انت محيده غير لا بابي ديالك بدانيه تعرفها من قديمه. شكرا الو هنا معنا السيده اللي حكينا لها ديجا ان بروتيز بيسي عندها بعد الحاله الصحيه ديالها ستابيليزي ولكن عندها بعض الامراض كرونيك اليوم جات باش دير لا مينتونونس سي تادير لو كونترول ديال لو طراي ديالنا اللي درناه هادي السيمانه. لا مينتونونس عند هاد الناس هادو هي حاجه ضروريه وضروريه بزاف، خاصها تكون على الاقل مره في 6 شهور، مره في 6 شهور خاصك زيارة للطبيب المعالج من خلالها كيقوم بتنظيف هاد لا بروتيز هادي. دوزيامون كيدير سكون ابيل ليكيليبراسيون اوكلوزال اللي مهمه حيت لي زامبو خاص ما يبقاش على الدرك، خصوصا هاد الناس كيولفوا بعض المرات في واحد الماكلة على واحد الجهه واحد الجهه لا، دونك واحد لي زامبلون كياخذوا بزاف ديال لا فورس على لي زامبلون اخرين، دونك خاصنا ضروري نديروا ليكيليبراسيون. وبعض الاحيان كنحيدوا السنان وكنديروا سنان واحد اخرين جداد حيت السنان ديال هاد لي بروتيز هادو مع لا فورس ديالهم كيتكالوا بزاف وهاد الحاله خاصهم يتعاودوا. كنشوفوا الحاله الصحيه العامه، كنشوفوا الزرع واش باقي مزيان، كندير واحد الراديو دو كونترول بانه مزيان ما فيهش شي مشاكل، كان شي مشكل صغير خاصنا يفو نونتيسيبي. بالنسبه لي بروتيز ستابيليزي عندهم واحد لي زانو اون كاواتشو خاصهم يتبدلوا شاك 6 حتى هما باش تكون لا ستابيليتي مزيانه، سينو لا بروتيز كتبقى الف لوط. دونك هاد الزياره ديال هاد المريضه هي زياره خاصها تكون سيستيماتيك عند الناس كاملين، خاصهم يمشيو عند الطبيب المعالج ويحافظوا على هاد لا مانتونونس هادي باش تبقى لهم لا بروتيز مزيانه. مزيان ما كاينش مشكل باش تحيديه وترديه تنغسلو تيبقى تنحيد عا هذاك الفوقاني اللي، ولكن حتى هذاك اللي داروا لي مزيان ديال لاباري كلشي تبارك الله مزيان تناكل به كلشي، حتى شي حاجه نقدر نعض التفاح بسناني، نقدر ناكل حتى الحمص ما عنديش مشكل. لي كومبليكاسيون تقريبا دابا سون ليي او شيروجيان، ان بون شيروجيان راه عارف شنو غادي يدير. لي كنا قبل كنخافوا من لي فوس غود، دابا افيك لا شيروجي نوميريك ما نقدروش نخرجوا من لو كولوار ديال العظم ديالنا، كنا كنخافوا نقيسوا شي عرق، دابا افيك لا شيروجي نوميريك دابا افيك لي سكانير جداد العرق كيبان لينا وكنشوفوا فين كاين وبيان سور غادي نبعدوا منه. كنخافوا من لي بروبليم ديال ليموراجي افيك لي لازير ماتنون ولا افيك لي لا بيزو شيرجي، دونك اولا ما كنديروش باسكو اون اغريسيون لو لازير، دونك نقدروا نديروا اون شيرجي بلا ما يكون الدم بتاتا يعني لوفيرتور فيرميتور. اون ا دي ماتنون دي تكنيك اون ابيل دي تكنيك دو فلابليس اللي كنحيدوا غير اون كولغيت دو جونسيف بلا ما كنحلوا واحد الحله كبيره ونحطوا الزرعه ديالنا، يعني لو بروبليم ايموراجيك حتى هو يتحل. الناس باش ما يوصلوش لهاد المشاكل كلها يعتنيو بسنانهم وينظفوا سنانهم مزيان وما يخليوش التسوس يكون في سنانهم. الا عندهم شي وليدات صغار يداويو لهم السنينات ديالهم ما حدهم صغار، الا كان شي عوجاج اللي ما كيخليش التنظيف مزيان العوجاج خصو يتصلح باش التنظيف كيكون ساهل واللثة كنحافظوا عليها. الا كانت اللثة مريضة خصنا نمشيو عند ان سبيسياليست في اللثة باش ننظفوها، وإلا كانوا بعد الأسنان اللي هما ضاعوا نحاولوا نعوضوهم بطريقة منتظمة باش ما يوقعوش مشاكل أخرى. والناس اللي كيظنوا بأن حيت هما كبروا في السن أسنان ولا بد غادي يضيعوا، هذا غلط. إلا حافظنا على الأسنان ديالنا كيبقاو الناس سنيناتنا إن شاء الله مدة طويلة ومدة الحياة إن شاء الله. الفم والأسنان كتأثر على جودة الحياة بشكل كبير لأنها كتساعدنا على الأكل بطريقة صحيحة وإقامة علاقات اجتماعية. داكشي علاش الناس المتقدمين في السن لابد ما يواظبوا على الفحوصات الدورية والمراقبة عند طبيب الأسنان للحفاظ ليس فقط على صحة الفم والأسنان بل للحفاظ على الصحة بشكل عام. حلقتنا اليوم انتهت، موعدكم وحلقة جديدة كتهم صحتنا جميع الأحد المقبل في نفس التوقيت.